الحنف، والحنف هو الميل، ويقصدون بذلك هو المائل عن الشرك، والذي يقصد بميله ذلك التوجه إلى التوحيد. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والحنيفية أصلها مأخوذ من الحنف، والحنف هو الميل، ويقصدون بذلك هو المائل عن الشرك، والذي يقصد بميله ذلك التوجه إلى التوحيد. الميل عن الشرك ويقصد بذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويقصد بذلك التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال أن الحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تدخل أو يدخل في هذا المعنى المعرض عن كل ما سوى، عن كل ما يخالف التوحيد. ولذلك جاء في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم، ووضح المؤلف هنا الشيخ رحمه الله، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. ولذلك جاء في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقنوت هو الخشوع، وهو الخشوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى.